نجدد لكم التحية مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات اس اس سي وكذلك عبر منصة شاهد في لقاء ياتيكم مؤجل من الجولة 16. أجلت هذه المباراة لمشاركة الهلال الزعيم في كأس العالم هناك في المغرب، والوصافة التي حققها الهلال في تلك المسابقة التي شرف بها المملكة العربية السعودية حقيقة. نادي الهلال يأتي اليوم في ليلة من ليالي رمضان ويأتي في هذه المباراة المؤجلة من الجولة 16 ليلاقي الخليج في الموسم. هو يريد أن ينافس في كل البطولات لأن من خلفه جماهير صعبة جدا، جماهير ولوعة بالمنافسات وولوعة أيضا بالوصول إلى منصات التتويج، تريد أن تصل دائما وأن يكون اسمها حاضرا في كل منصة للتتويج في أي مسابقة يشارك فيها الهلال. هنا تشكيلة الهلال. 1 عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، من أمام 4 خليفة الدوسري، 20 جان كيهيون، 2 محمد البريك على الظهير الأيسر، 66 سعود عبد الحميد على الظهير الأيمن، 6 جوستافو كويلار في الارتكاز من أمامه، 28 محمد كنو، أيضا 19 البيرو في أندري كاريو، وفي المقدمة 96 ميشايل تلقادو وموسى مريقا، 17 9 نسر الهلال أوديون إيجالو. بسم الله صافرة البداية، تقبلوا تحيتي محدثكم خالد عبد العزيز مديفر في الوصف والتعليق على هذه الأمسية وعلى هذه المباراة. نتمنى حقيقة التوفيق وأن نشاهد مباراة كبيرة. البحث دائما عن سوكول، المرتدات لصالح الخليج، الانطلاقة من سوكول إلى جانبه، يلعب الكرة جميلة خطيرة لصالح الخليج، لكن العودة الله يا محمد، الله يا كنو، عودة في الوقت المناسب قبل أن تصل إليها بالعلامة الكاملة وبالتفوق الكامل في عديد من المباريات. هنا اللقطة عند كاريو، خطأ لصالح الهلال، يلعبها قصيرة لواصل عند ميشيل ديلجادو، يلعبها إلى كاريو، محاولة مرور، يمر الثعبان، يتقدم على الجهة اليسرى، عرضية إيجالو، رأسية إيجالو، لكن الكرة في الأخير إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى. أول تهديد، رؤية الثعبان ونظرة الثعبان لمحاولة الوصول إلى الأسيست، الكرة ملعوبة والعرضية مقطوعة، الكرة ما زالت، كويلار ما زالت الكرة معه، يحاول المرور لكن التغطية حاضرة من لاعبي الخليج، تعود الكرة من جديد، كنو، الله، مرور من كنو، تمريرة عند كويلار، ما زالت الكرة معه، يتقدم داخل 18 لكن التدخل برافو من المدافع أنتوني لاجيري، يستستفز الكرة الماضية والكرة في الأخير إلى ضربة زاوية لصالح الهلال. الهلال بدأ ينشط، بدأ يضغط من إيجالو بلمسة اليد، لكن حكم المباراة لا يحتسب شيء في اللقطة الماضية. التقدم لصالح الخليج، الانطلاقة عند سوكوي، ما زالت الكرة مع استلام ممتاز، يلعب الكرة جميلة واصلة من جديد، لكن التدخل، الله الله يا سعود عبد الحميد، في الوقت المناسب يتدخل كما تدخل محمد كنو في اللقطة الماضية. يحتسب حكم المساعد التسلل على سوكول، كرة ملعوبة، التقدم لصالح الهلال عند أندري كاريو، يمشي كرة على الجهة اليسرى، التقدم هنا عند ميشيل ديلجادو على الجهة اليسرى، يتقدم البرازيلي، الله يا ميشيل، عرضية ميشيل، التقدم كانو يصوبها لكنها إلى خارج الملعب إلى ضربة زاوية، إلى ضربة زاوية ربما تكون أخطر كرات الهلال في شوط المباراة الأول. رمية جانبية عند عمر العودة إلى جانب خالد سميري، بدون مراقبة خالد سميري، يحاول مرور لكن الكرة مقطوعة في اللقطة الماضية من البريك. ما زال الخليج في البحث عن عرضية من أحمد الزين، حلوة ملعوبة الكرة عند العبدان حمد، حمد العبدان يوصل كرة لسميري، ينتظر التسديد، خطورة للخليج والتدخل من خليفة الدوسري في اللقطة الماضية، خطورة كانت كبيرة داخل ال 18. هنا المرتدة، موسى مريقا في انطلاق على الجهة اليمنى، يعود موسى مريقا لصالح محمد كنو إلى جانب أندري كاريو، كاريو، الضغط يأتي من لاعبي الخليج، عودة ممتازة، شوف العودة الرائعة للاعبي الخليج، الكل في ملعبه، الكل في مناطق في المنطقة المخصصة، لا يرجع ويذكر كل المنافذ على الهلال في اللقطة الماضية. رجوع ممتاز كان من لاعبي الخليج، انضباط تكتيكي عالي، لكن الكرة على الجهة اليسرى، محمد البريك، أودعين، إيجالو، نسر الهلال
لا يفوت الدانة وسط أمواج الزعيم، لا يفوت الدانة أبدا، يسجل أول الأهداف. أوديوني قالوا من وجه البريك في اللقطة الماضية، البريك يستمع لي كلماتي قالوا ويصنع الهدف الأول لصالح الهلال بعد تنظيم عالي وبعد روعة كبيرة كانت للخليج. لكن أوديوني قالوا يقول كلمة أهداف الهلال في هذه المباراة. نعم يسجل الهلال ويتقدم بالنتيجة في آخر شوط المباراة الأول. حاضرة من أمران في اللقطة الماضية، سميري حلوة المباراة، حلوة المباراة. سكول للانطلاق الألباني، سكول خطير، سكول يصوبها سكول، لكن كرتها إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. ارتداد ممتاز للخلف لأندري كاريو، يغير اتجاه اللعب، طويلة هناك، جميلة عند سعود، إضلاع استلام يا سعود، موسى مارقة تصويبة، لكن مروان حيدر يتألق، مروان حيدر يتألق بشكل كبير في اللقطة الماضية. ارتدت الكرة، مروان حيدري يوقف الهدف الثاني بعد تصويبة موسى مارقة. موسى استلام بشكل جميل لكن التصويبة. سلامات 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 لمروان، سلامات لمروان. الكرة ارتدت من بوجه مروان حيدري، ألف سلامة، قفل الزاوية صح مروان حيدري. انتظار لقرار ربما يكون من حكم المباراة، العودة للفار. هل هناك لقطة؟ هل هناك شيء؟ عودة للفار من الحكم جواو بين هيرو لرؤية اللقطة المطلوبة من مساعد من حكم الفيديو النيجيري. هل يحتسب معها شيء حكم المباراة أم يكون قرار بتدخل عادي في اللقطة الماضية؟ القرار الأخير سوف يكون لحكم المباراة جواو بين هيرو. المشاورة بينه وبين حكم الفيديو هيلدر، مشاركته في اللقطة الماضية حكم المباراة ربما لا يحتسب شيء في اللقطة الماضية. هل يعود حكم المباراة؟ حديث بينه وبين دكة البدلاء. ضربة جزاء، نعم يحتسبها حكم المباراة لصالح الهلال. عقالو هل يصل بضربة الجزاء للهدف رقم 14؟ هو وصل للرقم 13 من خلال هذه المباراة. هدف الرابع عشر هل يكون في هذه اللقطة؟ عقالو نسر الهلال يسجل عقالو مع ختام شوط المباراة الأول. لابد أن يكون لنسر الهلال كلمة، لابد أن يكون لإيجالو كلمة في آخر المباراة. يسجل الهدف الثاني وربما تكون الراحة الكبيرة لدرامون دياز. نسر الهلال في احتفالية دائمة، في احتفالية معتادة، في لقطة تتكرر كثيرا وكثيرا للهلال، وفرحة كبيرة وضعها في الزاوية الصعبة في المكان الصعب، صعب على أعتى الحراس، صعب على أفضل الحراس، في زاوية مستحيلة. أوديوني كالو يسجل هدف الثاني لصالح الهلال ويتقدم بوصيف العالم بالهدف الثاني مع نهاية شوط المباراة الأول. في شوط المباراة الثاني هنا يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، نهاية شوط المباراة الأول. الشوط الذي بدأه الخليج بطريقة غير عادية ومثالية في المحافظة على مرمى، لكن هنا النسر الهلالي قالوا يمنع استمرار الخليج بتألقه ويسجل هدفي اللقاء ويتقدم بالزعيم ليصعب المهمة على بحارة الخليج، هدافين المسابقة في هذا الدوري حتى الآن. بانتظار صافرة البداية، بسم الله، صافرة بداية شوط المباراة الثاني بنفس الأسماء. يدخل الفريقين، الهلال يدخل عبد الله المعيوف، خليفة الدوسري، جانك هيونسو، وسعود عبد الحميد، ومحمد البريك في رباعي الدفاع، جوستافو كرويلار من أمام محمد كنو، أندري كاريو في الوسط، وفي المقدمة موسى ماريكا، ميشيل ديلغادو، وكذلك أوديون إيغالو. لأن عند مباراة بعد يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى من أمام الفيحة، الكرة ملعوبة عند محمد كنو، هنا خطورة، كنو يصوب قوية لكن كرتها إلى خارج الملعب وإلى ضربة زاوية. طويل الكرة إلى الأمام عند ميشيل ديلغادو على الجهة اليسرى من أمام المساحة، يحاول مرور، ما زالت الكرة عند برازيلي، عرضية، إيغالو، إيغالو، تصويبة إيغالو، لكن الكرة مقطوعة من دفاعات نادي الخليج. هي صعبة جدا، الكرة هنا خطأ عند سوكول، يلعب الكرة الخليج، تصويبة من البرازيلي، لكن الكرة في المكان اللي يتواجد فيه الحارس عبد الله المعيوف. عودة من جديد إلى كويلار،
نقلة من كويلار طويلة للأمام لسعود عبد الحميد، استلام ممتاز كالعادة سعود، يلعبها لمحمد كنو. الله 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 على الهلال، الله على الهلال، والتصويبة من سعود عبد الحميد، كان أناني في اللقطة الماضية سعود، وصوب الكرة لكن كرته إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. يسلم كرته عند حمد العبدان، مرور لوكاس، تحسن الخليج في شوط المباراة الثاني، لعبة جميلة، موراتو حلوة، مرال لهدف لتقليص النتيجة، مرال تصويبة أولى، لكن الكرة يتصدى لها عبد الله المعيوف في أول كرة وأول تصويبة لصالح الخليج على مرمى عبد الله، يتصدى لها في اللقطة الماضية. انطلاقة في مرتدة عند موسى ماريكا على الجهة اليمنى، الانطلاقة العرضية، لكن التدخل برافو من خبراني برأسه إلى خارج الملعب وإلى رمية جانبية. يلعب الكرة عند سكول، تمريرة سكول، البحث دائما، التوجيهات دائما أن يكون الهجوم من الجهة اليسرى عن طريق أمرال، أمرال إلى حمد العبدان، الله، مرور ممتاز من العبدان، ما زالت الكرة معاه، مهارة عالية من حمد العبدان، يمشي كرة على الجهة اليمنى، على انطلاقها لأحمد الزين، الزين في عرضية والرأسية حلوة، خطفها دي سوزا، لكن عدت كرة جميلة، أخطر كرات الخليج في شوط المباراة الثاني. الله يا أحمد الزين، شوف لعب الكرة بذكاء كبير من أحمد الزين على رأس دي سوزا، كاد أن يسجل الهدف الثاني، لكن لعب الكرة من فوق مرمى عبد الله المعيوف، وكاد أن يأتي هدف التقليص للخليج. استحسن الخليج في شوط المباراة الثاني. أندري كاريو أول المغادرين، وكذلك سعود عبد الحميد. يخرج أندري كاريو، أيضا الخروج لموسى ماريجا، كل هذه الأسماء تخرج، الدخول لعبد الله الحمدان وناصر الدوسري وكذلك مصعب الجوير، لاعب منتخب السعودي تحت 23 سنة، اللاعب الشاب صاحب القدرات الممتازة حقيقة في وسط الميدان. خروج لموسى ماريجا، دخول عبد الله الحمدان، وخروج أيضا لناصر الدوسري. ثلاث تبديلات لأن لديه مشوار كبير رياض في الأيام القادمة وفي هذا الشهر في 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 الرياض بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك في اليابان في السيتاما بإذن الله، سوف تنهي الأمور هناك بإذن الله تعالى. الكرة ملعوبة عند ميشيل ديلغادو، يلعب الكرة لكن الكرة بالخطأ من خالد السميري، يتصدى لها مروان حيدري، والكرة في الأخير إلى ضربة زاوية. ينفذ الكرات الثابتة لصالح الهلال، كرة مقطوعة من سكول، يتقدم على الجهة اليمنى، خطير سكول، يلعب الكرة جميلة، محمد السهل، يتقدم الجهة اليمنى، عرضية حلوة والتقدم، لكن التدخل من محمد بريك، أخطر الكرات في الدقائق الأخيرة لصالح الخليج، كاد أن يأتي معها هدف تقليص النتيجة. مرتدة حلوة، لعبة جميلة كانت من محمد السهل، حلوة جدا، لكن تألق كبير من محمد بريك في إنقاذ الموقف قبل أن يصل الكرة محمد أو صالح العباس. مكسب كبير هذا المهاجم الهداف لصالح الهلال، يخرج يدخل بديل لصالح الشهري، ايضا خروج لميشيل ديلغادو، دخول للوسيانو فيتو بالخطا، ايضا لمحمد كنو، مصعب الجوير يحاول الحفاظ على كرته لكن تدخل من عبد الله، يوصل الكره عند صالح الشهري، تمريرة جميلة عند مصعب الجوير، يحضر نفسه للتمريرة والتصويب، يفكر بتلعب التمريرة على الجهة اليسرى لصالح ناصر الدوسري، الوانتو الله جميلة على الجهة اليسرى بينه وبين لوسيانو فييتو، عرضية الحمدان، الخطورة الهلالية، لكن الكرة وين يا محمد كنو، وين وين يا كنو، بعيد الكرة الماضية إلى خارج الملعب، ليست لأحد. الدوري والعودة إلى الجولات والأخذ الدفع المعنوية للجولات القادمة، هنا الكرة عند محمد كنو، يلعبها إلى لوسيانو فييتو، يتقدم فييتو، الخطورة للهلال، حلوة التصويبة من فييتو، لكن الأحلى هو طيران مروان الحيدري، والتألق الكبير يواصل تألقه في هذه المباراة مروان، ويتصدى للقطة الماضية والكرة التي كانت من لوسيانو فييتو. برافو مروان، برافو مروان، كما قلت وكأنها ليست مباراة الأولى في هذا الموسم، وكأنها ليست مباراة الوحيدة في هذا الموسم، يتألق بشكل كبير، ربما يحجز الخانة في الجولات القادمة باختيارات المدرب بيدرو إيمانويل. ضربة زاوية، عرضية للأمام، صالح الشهري برأسه، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى.
العالمي في الوصافة، والشباب الليث في المركز الثالث، ما زال الهلال في المركز الرابع بعد التفوق في هذه المباراة. كرة ملعوبة، تصويبة التي تأتي من صالح العباس، لكن كرة بعيدة إلى خارج الملعب في آخر تصويبة ربما تكون في هذه المباراة. الكرة التي كانت بيسرى عدت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لصالح نادي الهلال، ومعها يطلق حكم المباراة نهاية هذه المباراة بتفوق الهلال وانتصاره واستحواذ على النقاط الثلاث في هذه المباراة والوصول إلى النقطة 42. ألف مبروك للهلال، ألف مبروك لإدارته وجماهيره، حظ أوفر للخليج الذي قدم مباراة طيبة حقيقة في هذه المباراة، لكن الصعوبة بالغة من أمام دياز ورفاقه. نتمنى لهم جولات قادمة الخليج بشكل أفضل، ولمدربة حقيقة الرائع بيدرو إيمانويل. ألتقيكم بإذن الله تعالى في مناسبات قادمة، تقبلوا تحياتي محدثكم خالد عبد العزيز المديفر. أما الآن أنتقل بالكلمة والصورة لزميل العزيز في الاستوديو التحليلي الزميل عبد العزيز البكر، إليك الكلمة.